السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف مع بعض نظام الساندمونكس، أحوال نمو النباتات فيه شكلها إيه. هنشوف مع بعض الفلفل الألوان آخر التطورات فيه إيه، والملوخية. يعني هنشوف الثلاث حاجات دول مهمين جدا إن احنا نشوف التطورات. بنبدأ بنظام الساندمونكس. يعني يمكن حضراتكم شايفين النمو الجميل الرائع دي البدنجان في نظام ساندمونكس، احجام النباتات زي الفل، تمام زي ما حضراتكم شايفين كده. في ثمار جديده هنا بتعقد اهي، تمام. يعني الفلفل حتى اللي احنا كنا زارعينه صغير، شتلات صغيره، كبر خالص اهو. هنشوف الناحيه الثانيه الريحان شكل ايه. طبعا السمك هنا، دي حضن السمك. بصوا معايا بس كده سريعا، النمو بتاع النباتات عامل ازاي. ادي نمو النباتات في نظام الساندمونكس. ده بدنجان زي ما حضراتكم شايفين كده، النمو جميل رائع جدا جدا جدا. ما اكبر شويه اهو عشان اقرب بس كده اهو. هنشوف مع بعض. طبعا السمك هنا بسم الله ما شاء الله عليه. هو طبعا مش هيبان لي في الفيديو، لكن هو مش عارف، لو انا ركزت كده هتشوفوه بيتحرك تحت. يعني كبر طبعا السمك عن الاول كتير. هنشوف بس كنا زارعين شتلات ريحان صغيره، يا ترى شتلات الريحان ديت راحت قد ايه. بصوا كده، شايفين الشتله الصغيره اللي كنا زارعينها المره اللي فاتت؟ شايفين الشتله بقت قد ايه وفرعت وبقت زي الفل. ده ريحان اللوكسر اللي هو السويت بازل، وهنا برضو نبتة، وهناك نبتة هناك الناحية التانية، وده برضو اهو ريحان، وده ريحان طبعا وسط البدنجان بتاعنا ده. هنا برضو شجرة ريحان بسم الله ما شاء الله عليها، كبرت خالص اهي ومفرعة وزي الفل. ودي واحدة اهي، واللي جنبها دي فلفل. فينا ظهر بدنجان كتير. يعني سريعا كده انا قلت لكم، بس وريتكم النظام الساندمونكس شغال كويس. الخضار اللي هو خضار المحشي البقدونس شغال كويس اهوت. هنا ده فلفل. البدنجان النمو زي ما حضراتكم شايفين كده زي الفل زي الفل زي الفل، تمام. ادي النظام شغال، النظام البيولوجي اكتمل كده. انا هبدا في الاحواض بقى، اعلي الميه وازود عدد السمك ان شاء الله. بصوا بقى، الفلفل ده لازم يتربط. ليه بقى؟ الشجره شايله كتير، فنامت زي ما انتم شايفين كده اهي. شجره نايمه ازاي؟ بص على الشجره النايمه دي فيها قد ايه؟ بص الحمله دي، ادي 1 2 3 4 5 6، شايفين؟ ده الفلفل الالوان. الشجره شايله كتير بسم الله ما شاء الله. كل الشجر شايفين حجم الثمره دي، فيها كذا ثمره. هنا بدا يلون شويه اهو، يبدا احمر. ده بدأ يتحمر اهوت، يلون هنا. ده 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 اصفر اهو، ده فلفل الوان اصفر بدأ يلون. هنا برضو فلفل الوان اهو، ده هيبقى اصفر برضو. شايفين الحجم؟ شايفين الشجرة دي بقى شايلة قد ايه؟ الشجرة دي شايلة قد ايه؟ بص حجم الشجرة شايلة قد ايه بسم الله ما شاء الله. شايفين الشجره دي من كتر نامت اهي، نامت دي عاوزه تربط، من الشجره شايله كتير جدا جدا. هنا نفس الكلام، ده الشجره شايله قد ايه؟ شايفين ده فلفل الوان اهو اهو. هنا الشجره بقى اتكسرت، يعني دي اتكسرت اهي لانها شايله كتير برضو. فانا بعملها كده واسيبها لعله عسى تكمل معانا. ده بدا يلون احمر اهو، شايفين اهو. طبعا انا لازم اجي اربط الحاجات دي، لازم اهو. شايفين الشجر دي نايمه برضو من كتر الحمل بتاعها قد ايه. انا مش عارف الصوره واضحه ولا ايه، بس شايله كتير قوي قوي قوي. نفس الكلام هنا هنا ما شاء الله. يا رب بس يكون الثمار باينه لكم كويس. شايفين 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 اهو. ادي الفلفل الالوان، وفي فلفل الوان هناك الثاني، وده خيار شغال، خيار الجديد اخر حاجه زرعينها، تمام.
الفلفل العادي بدأ فيه فلفل يحمر اهو، عندنا فلفل عادي برضو يعني اللي هو الفلفل البلدي بتاعنا. تمام. الملوخية بقى، بص على الملوخية بقى، بص الملوخية اهي في المواسير الملوخية، طبعا ده خيار اهو، احنا مع الكيل ما زال موجود، الكيل وشغال، الكيل مازال شغال، ده خيار، ده اللي هو اليقطين مازال شغال برضو. تعالوا بقى كده هوريك الملوخية من الناحية التانية، طبعا كيل برضو هنا، ده جنزبيل، ده جنزبيل، ده فلفل عادي اهو، تمام، فلفل هناك كتير وخيار وكده، هنا برضو فلفل شغال كويس قوي مع ال شغال كويس اهو، بس ده مزروع متأخر اهو، مع اليقطين برضو. تمام. عاوز اوريكم بقى الملوخية، الملوخية هنا برضو عاملة ازاي. تمام. فكرة سريعة كده عن السطح بتاعنا، وان شاء الله هتشوفوا بقى ايه نظام جديد هنركبه هنا، هنركب نظام اكوابونكس على الوحدة دي ان شاء الله، وهنشوف مع بعض لحد ما يتركب نظام الاكوابونكس واصوره لكم، وفيه سمك، وان شاء الله هتبقى فيه مفاجأة، لان احنا هنزرع تعابين هنا، يعني هنقل البولت ده في نظام الاكوابونكس هناك، البولت اللي هنا هيتنقل في نظام الاكوابونكس، وهزرع تعابين هنا وهنا، واوريك الصور ان شاء الله والفيديوهات بتاعتنا. يا ريت بس تساعدونا لايك بقى وشير واشتراك عشان يصلك كل جديد، ولايكات وشير بقى، عرف الناس بالقناة بتاعتنا، لان ان شاء الله هنبدأ ندي فيها كورسات، دورات بقى على النظام، كل نظام من الانظمة اللي موجودة، كل نظام على حدة بإذن الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.